سلام يا شباب، وتحية من الغرب الكندي من جبال الرقم. هذا القطار وصل. الحين ان شاء الله في روبكينمور بناخذ الباص رقم 3 الى بامف، يعني ياخذ $6 على الشخص ولازم كاش. شوف هذا الباص ستوب، وفي حاجة هنا في زر تضغط عليه عشان الحرارة، push for heat. لما تضغط هذه السخانة تشتغل. الى بامف وصلنا. هذه بامف، ما شاء الله تبارك الله، ايش الجمال يا جماعة، هذا ايش الجمال، ايش الخيال، ما شاء الله. شوفوا بس، شوفوا واستمتعوا. تخيلوا هذا المنظر من البلكونة، ما شاء الله تبارك الله. طبيعة سبحان الله، مع الهدوء، يعني هدوء هدوء، بس تسمع صوت الرياح، صوت الشجر لما يتحرك، الماء، هذا الجداول اللي تمشي، شيء سبحان الله يا أخي. فعلا يعطيك هدوء نفسي، راحة نفسية. في نفس المدينة بامف شفنا العلم البريطاني أكثر من مرة واستغربت، سألت الحرمة فوق عن السبب. السبب أنه في البداية بريطانيا، الإنجليز هم اللي جوا إلى المنطقة هذه، بعدين بدأوا الكنديين في المنطقة هذا واستلموا، لكن ما زال يرفع العلم البريطاني والعلم الكندي لين اليوم. Here we go. وصلنا غوندولا. الحين إن شاء الله بنجرب هذه، بنطلع فوق. Let's go. أول ما تدخل عندك الخريطة. نحن الحين تحت. Lower Terminal.
أول خطوة من هنا من عند العلم وآخر خطوة هناك القمة. شباب لو تقضي اليوم كله هنا ما تشبع. هذا اللوحة تعطيك أسماء الجبال مع الارتفاعات. واو شوف المنظر من الجنب الثاني. يا الله والله يا جماعة شيء لا يوصف لا يوصف. يعني ممكن الفيديو ينقل لكم الصورة لكن في الواقع شيء آخر. سبحان الخالق سبحان الخالق والله الواحد ما يقول إلا سبحان من خلق وصور وأبدع. شوفوا يا جماعة ايش بعد الجمال. سلام يا شباب وتحية من الغرب الكندي من جبال الروكي. الجمال هذا والله لا يوصف. شيء روعة روعة خيال. يعني كلمات لا توصف هذا الجمال. أفضل شيء ممكن أقوله لكم وأفضل نصيحة لازم تزوروا المكان ده خصوصا الشباب اللي جالسين في كندا أصحابنا. شوفوا يا شباب هذا اللي أتكلم عليه بالضبط. ما زال الطريق ها نطلع فوق نطلع لفوق ونوريكم من فوق إن شاء الله. لوحة ربانية بمعنى الكلمة يعني كأنه رسمة كأنه لوحة. القمة هذه القمة شعور جدا جميل توصل القمة. مجرد الوصول هنا صراحة شيء عجيب عجيب عجيب. كمان سيد شعور لا يوصف لا يوصف. ما أدري كيف أوصف لكم يا أخي. با 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 يمكن هذه الكلمة توصف. با 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 يوه. هذه قصة الجبل هنا. اللي يحب يقرأ أكثر يوقف الفيديو ويقرأ. شوفوا يا شباب والله اشتريت كاميرا جديدة يعني ما لها أسبوع أقل من أسبوع أظن 3-4 أيام واشتريتها خاص عشان الرحلة هذه
عشان الرحلات الباقية 4K كاميرا جديدة. شوف شوف يا الله طاحت. شوفوا اللنس العدسة، شوفوا العدسة ايش صار فيها، طاحت على وجهها طاق سبحان الله. يلا الحمد لله، علشانكم ان شاء الله نشتري واحدة ثانية.